رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله البروفيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان الآن إذا قام في الصلاة وقال بالرحيم على أساس بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة تحتسب أنه بالفعل نطق بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كل. هؤلاء نفس الشيء تلاحظوهم، اسمعوهم في خطبهم في محاضراتهم في كلماتهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم شنو يعني؟ على أساس اختصار، ما عند القدرة على أن يقول صلى الله عليه ولو وسلم مثل ما هم يقولون. أنا ما عنده قابلية هذا أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا بسرعة هكذا يختزلها، فلا تحتسب هذه صلاة على النبي عند الله، ما تحتسب، هذا حرمان من الله تعالى لهم لأن نفوسهم الناصبية غير مؤهلة لأن تتشرف بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الصلاة على رسول الله هي شرف بحد ذاتها، هذا الشرف للإنسان.